تيست تيست، حرب عالمية تانية. بلاي ليست بقى جديدة، يلا روسيا لينين جاهزين، يلا بينا. مفروض ان احنا ندخل نحكي على الثورة الروسية على طول علشان نفهم الاحداث بعد الحرب العالمية كانت عاملة ازاي، بس واحنا في الاعداد كده حسينا انه في حاجة كانت ناقصة، هو ايه اللي اصلا قوم الثورة؟ فكان لازم ان احنا نرجع شوية برضو للاحداث من 1881 علشان نربط ونفهم الاسباب الاساسية والتراكمات اللي حصلت عشان الناس تجيب اخرها وتبتدي تعمل ثورة. 1881 ايه؟ احنا نرجع ايام روريك سنة 862. روريك ده بالبلدي كده هو اللي جمع شمل روسيا. بعد روريك بيحكموا ولاده مئات السنين، وبعدين بتيجي حقبة كده بيبقى فيها اسرات متشتتة شوية، وبعدين بتيجي بعده أسرة رومانوف، رومانوف دينستي. في تفاصيل تخص روسيا اتكلمنا عنها في الحرب العالمية الأولى، اتكلمنا عنها من بره، دلوقتي هنتكلم عنها، هنعيدها بصراحة يعني، بس هنعيدها بالتفصيل أكتر ومن جوه بقى علشان نفهم التراكمات بشكل بسيط. روسيا كانت تاني أكبر إمبراطورية بعد إمبراطورية المغول ب 194 عرق و 176.4 مليون نسمة، وحدود روسيا من المحيط المتجمد شمالا الى البحر الاسود جنوبا، ومن بحر البلطيق غربا الى المحيط الهادي شرقا. من ضمن اللي اتكلمنا عنه وصايا بيتر ذا جريت او بطرس الاكبر، كان بيتكلم على انه اللي عايز يسيطر على العالم عليه وعلى الامبراطوريه العثمانيه، واللي هيمتلك القسطنطينيه كانه امتلك العالم اجمع. ولهذا السبب كانت بتدخل روسيا في حروب ومناوشات ومعارك ما كانش ليها اي لازمه غير ان هي كانت بتخسرها وبتدخلها في مجاعات والناس كانت بتشتكي، ودي الأسباب الرئيسية وراء ثورات روسيا. أسرة رومانوف حكمت 300 سنة، مدة طويلة جدا. هناخد منهم آخر حكام، عندنا بول الأول، وبعدين ألكسندر الأول مخلفش فحكم بعده كوستانتين أخوه، وبعدين نيكولاس الأول. نيكولاس الأول ولاده كانوا ألكسندر الثاني، وبعدين ابنه ألكسندر الثالث، وبعدين ابنه آخر حاكم نيكولاس الثاني، كلهم على بعض يعني نيكولاس وألكسندر، ما بنروحش في حتة بعيدة. في 1825 بدأت حركات تمرد تنتشر ضد الحكم الأوتوقراطي الروسي. إيه أوتوقراطي ده؟ الأوتوقراطية أو الحكم الأوتوقراطي هو حكم فردي مستبد لا يقبل الديمقراطية والمشاركة في الحكم، وطبعا بيجي بالتعيين والوراثة. ففي 1825 بدأ يظهر عندنا الجماعات السرية والمتمردين والمعارضة ضد المجتمع الأرستقراطي اللي عايش في بذخ ورفاهية، اتسموا بمتمردي ديسمبر او الديسمبريين او ديسمبرست ريفولت. اتكلمنا قبل كده عن دخول روسيا في حرب القرم Crimean War سنة 1853، دي كانت ما بين نيكولاس الأول وابنه ألكسندر الثاني. بنذكرها ليه؟ لأن دي كانت بداية المجاعة والفقر. روسيا كانت بتدخل في حاجات هي مش قدها لأنه الناس كانت في حالة فقر وجوع، وزي بالضبط الثورة الفرنسية كان في جاب أو فجوة ما بين رجال الدولة والحاشية والأرستقراطيين وما بين الشعب نفسه الفلاحين والعمال، وكان في جوع وفقر شديد. فكانوا لما بيدخلوا حروب ده كان بيأثر سلبا طبعا على الشعب. نيجي لسنة 1881، ودي كانت سنة مقتل ألكسندر الثاني، وبيتولى الحكم من بعده ابنه ألكسندر الثالث. في ذكرى وفاته بعدها يعني بفترة، كان رايح ألكسندر الثالث لمراسم إحياء ذكرى والده ألكسندر الثاني، هجمته مجموعة سرية تانية بقى علشان يقتلوه زي ما قتلوا باباه، بس هي كانت مجموعة مختلفة اسمها ناردنايا فوليا أو فولا. هجموا ألكسندر الثالث علشان برضو يموت نفس الموتى البشع بتاعت ابوه، لكن نجي من الحادث ده. بنحكي القصة دي ليه بقى؟ المجموعة دي كان فيها واحد اسمه ألكسندر إليانوف. ألكسندر إليانوف ده قبضوا عليه، فألكسندر الثالث قال لهم يعني لو يعترفوا بذنبهم يعني تجاه هذا الحادث هعفوا عنهم وحاجات كده، فألكسندر رفض تماما، وهو اسمه ألكسندر بس كان اهله بيقولوا له زاشا، فرفض قالوا له طيب تمام، اعدموه سنة 1887. ايه اهمية زاشا يعني؟ ليه بنجيب سيرته؟ علشان كان ليه أخ صغير اسمه فلاديمير لينين. هو ألكسندر الثالث ما طولش، مات وهو 49 سنة، ودي في حد ذاتها كارثة، لأن احنا عندنا ألكسندر الثاني لما مات مقتول، فما كانش في فرصة لألكسندر الثالث أنه هو ياخد فرصته في التأهيل أو التدريب أو يفهم التركات الدبلوماسية. فأصلاً كان في مشكلة عند ألكسندر الثالث أنه هو ما أخدش كفايته ومعرفة قوية وفي خبرة يعني. لما مات هو كمان فجأة 49 سنة، وما كانوا عاملين حسابه ان هو هيقعد 20 سنة زيادة، فنيكولاس الثاني ما اخدش بقى، كان ابيض ميح ما جاش اصلا، فدي كانت كارثة بالنسبة له. هو اول ما تولى الحكم كان طالع عليه انه انا هفشل لانه انا مش عارف حاجة، ف
من هنا هنقدر نفهم انه كان في مشكله عند نيكولاس الثاني. اولا هو مش مؤهل، مش متمرن، ما عندوش خبره، صغير جدا جدا، فهينتج عنده شخصيه ضعيفه متردده، اي حد معدي من الحاشيه او من عيلته ممكن ياثر عليه، عاطفي جدا، فقراراته ما كانتش واضحه وسليمه، وده هيكون اخر حاكم زي ما قلنا في اسره رومانوف، والثورات هي اللي هتقضي عليه. فمن هنا احنا فهمنا نيكولاس الثاني جاي منين. نروح للينين علشان نبقى ماشيين انتاجونست وبروتاجونست بالتوازي. بعد مقتل زاش او الكسندر ايلينوف حصلت معاكسات ومشاكسات طبعا للاسره كلها، من ضمنهم الاخ الصغير فلاديمير لينين، شال في قلبه وحز قوي في نفسيته الحاجات الاحداث اللي كانت بتحصل والبرجوازيين كانت تعاملهم ازاي يعني مع الشعب والناس عامله ازاي، فقرر من هنا ان هو هيمشي على نهج اخوه وهينضم لجماعات معارضه سريه وهيتبنى الفكر الماركسي. نروح بقى لتراكمات النفسيه عند الشعب من نيكولاس الثاني. الحقيقه الراجل يعني فريش جدا، يوم الكورنيشن ده يوم التتويج في المراسم نفسها كانوا عاملين حسابهم ان هيجي لهم 300,000 فلاح هيدوهم بقى يعني منح وهدايا وبضائع ومحصول وحاجات. بقى احنا عندنا خلفيه انه روسيا حاليا في مجاعه، في مشكله في روسيا، فكانوا عاملين حسابهم على 300,000، لكن بسبب المجاعه جالهم 800,000، ودي كانت مصيبه طبعا. فحصل وهما بيوزعوا الحاجات دي تدافع، خناق، زق، وقوع، دوس، موت، فالمصادر مختلفة، في مصادر بتقول انه في مات 1500 واحد، 2000 واحد، 3000 واحد، مهم مات عدد يعني. واثناء المراسم دي نيكولاس اخد خبر فقرر ان هو يوقف مراسم الاحتفال، ما ينفعش الناس بتموت وانا قاعد احتفل يعني بالتتويج. فواحد من اسرته كده كان معدي قال له لا ما ينفعش، ده السفير الفرنسي عامل احتفاليه بالليل وما ينفعش ان احنا نفوتها، والدبلوماسيه وشكلنا وبتاع لازم تكمل المراسم. فالناس ماتت، عدد كبير منهم مش قليل، ونيكولاس الثاني كان بيحتفل. فهنا بدات بقى ايه تكوين سواد بقى نفسي تجاه نيكولاس الثاني. التتويج ده كان سنة 1894، بعد كده حصل انه لينين اتسجن سنة، وبعدين 1897 نفوا لينين 3 سنين لسيبيريا. فهو مفروض يعني التايم لاين هيبقى من 1897 ل 1900 لينين منفي. في الفترة دي لينين كان نشط جدا، هو كان عمال يقرأ ويكتب ومتأثر جدا بالفكر الماركسي. وهنا بقى هنتعرض للشيوعية والاشتراكية نازلين من الأمبريلا الماركسية، وطبعا هنتكلم عنهم بالتفصيل، خصوصا ان احنا بعد كده يعني هنتعرض للحرب الباردة فهنقول الفرق ما بينهم. بالمناسبة الشيوعية والاشتراكية مش حاجة واحدة، في ما بينهم فروق. المهم لينين بيبتدي يتحمس جدا وبيؤمن قوي بقى بالفكر الماركسي، وبيبتدي يكتب مقالات جنب قرايته. طبعا الماركسية نسبة لكارل ماركس، مؤلف وفيلسوف ومؤرخ وكاتب ألماني له عدة نظريات حطها في كتاب عن الوقوف ضد الرأسمالية والمجتمع البرجوازي، والوقوف مع او ان احنا نجيب حقوق البروليتاريا. بروليتاريا ايه البروليتاريا دي بقى؟ هنبتدي نخبط في مصطلحات من اللي بنسمعها في التلفزيون دي، بس يعني يتخانقوا مع بعض وبيخبطوا بعض بالمجاميج وحاجات كده، يقول لك بقى بروليتاريا متحمسين قوي. هنقولها الاول بمصطلحهم عشان نبقى معقدين كده، وبعدين نقولها بالبلدي عادي مش هتاخد مننا وقت خالص. بروليتاريا ده بيقول لك انه هو طبقه كادحه ظهرت مع الثوره الصناعيه، بتكسب المال عن طريق المجهود العضلي والفكري. لو هنقولها بالبلدي هنقول العمال، طبقه العمال بس. فكارل ماركس طلع لهم بقى نظريات، هل بقى طبقها ازاي بعد كده لينين مش موضوعنا، هنتكلم بعدين، بس هو الراجل كارل ماركس ده كان بيدافع عن الطبقه الكادحه دي. نقطة. بالإضافة جنب تأثر لينين بأفكار كارل ماركس، أرى رواية اسمها What to be done أو ما الذي يجب عمله، بتحكي عن بطل ثوري بيسقط نظام وبيتحرر وبيعمل حاجات لطيفة كده. لينين قراها 5-6 مرات وهو في المنفى، فسخن قوي، شاف نفسه في شخصية البطل ده. بعد كده عمل بامفلت بنفس العنوان What to be done، كتب بقى أنه هو يجب إسقاط النظام وتطبيق العدالة الاجتماعية وقلب نظام الحكم. وكان في حاجة تانية لينين بيعملها وهو مسافر، انه بيكتب بكذا اسم كاتب بس عشان يسيطر على فكر الناس، ان هم يحسوا انه في اكتر من كاتب بيكتبوا على نفس الفكرة، فيحسوا انه يعني شيء ده من البروباجندا الحرب اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات الحرب العالمية الاولى. فلينين كان بيعمل كده، كان بيكتب مقالات كتير على نفس الفكرة باسامي مختلفة عشان يحسسك ان انت متحوط فتبتدي تتأثر بالفكرة. هو في الاخر كان لينين يعني مش حد تاني. في 1900
1900 بدأ لينين يتجول في أوروبا لحد ما خبط في حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الروسي، كان الأول مقرهم في بلجيكا وبعدين إلقوا البوليس فراحوا لندن، وكانت أفكارهم شبه بعض والدنيا كانت تمام. في 1903 في مؤتمر التاني حصل شيء من الخلاف يعني، فهم قاعدين في المؤتمر بيتكلموا، طيب يا جماعة احنا مختلفين، اوكي طيب احنا نعمل تصويت، عظيم يلا نعمل تصويت. فبقى فيه أغلبية وأقلية. الأغلبية، كلمة أغلبية معناها بولشافيك، والأقلية معناها منشافيك، فمن هنا بدأوا ينقسموا. فلينين بقى يعني كلمة أغلبية دي بقت اسم الحزب نفسه، بولشافيك versus منشافيك. ففي 1903 كان تأسيس حزب البولشيفي، حزب البولشافيك برئاسة فلاديمير لينين قصاد يوليوس مارتوف رئيس حزب المنشافيك، وكان معاهم طبعا ليون تروتسكي. تروتسكي كان ساعتها مع المنشافيك لانه حصل حوار ما بينه وما بين لينين. لينين كان ده محامي قوي، احنا مش هنقعد نطبطب على بعض يا جماعه، دي ثوره وعايزين نغير نظام حكم ونص نظام وحاجات، فاحنا مش هنقعد بقى نسمع بعض ونطبطب على بعض وكده، عكس المنشافيك كانوا شويه ممكن عندهم شيء من الديمقراطيه. فحصل حوار حاد ما بين لينين وتروتسكي في انه يعني لينين انه ما فيش وقت ويلا لازم نعمل كذا وبتاع. فتروتسكي وقف قال له لا انت كده رايح في اتجاه ديكتاتوري. فلينين قال له اه حلو الاتجاه الديكتاتوري ده، بقى انتوا خليكم قاعدين كده وانا هنطلق في الحزب بتاعي حزب بولشيفي وخليكم انتوا قاعدين. فتروتسكي كان وقتها مع حزب المنشافيك، ملوش دعوه خالص بالبولشافيك بتاع لينين. يجي في 1904 تحصل الحرب، اتكلمنا عن حرب اليابانية الروسية اللي هي روسو جابانيز وور. تحصل روسيا طبعا حكينا انه يعني ما كانتش واخدة بقى، قالت لك بقى اليابان دي صغيرة ومنغلقة على نفسها وبتاع، احنا جامدين قوي. فاليابان كسوحتها قضت عليها، كانت صدمة كبيرة. تاني بعد حرب القرم نيجي في الحرب اليابانية الروسية دي، اللي هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ في جوع، في فقر، ناس تعبانة، ناس بتشكي. قامت ثورة في 1905. التعامل مع الثوار ما كانش أذكى حاجة بالمرة في 1905. الناس يعني مضحضحين بمعنى كلمة، فبدأوا يتعاملوا معهم بالعنف. كانوا رايحين للقصر الحكمي يدولهم طلباتهم، الناس يعني الحاشية افتكرتهم ان هم داخلين يهاجموا القصر، ففتحوا عليهم النار. مات 4000 بني آدم، وتسمى اليوم ده ببلودي ساندي او الأحد الدامي، ومن هنا اتسمى نيكولاس الثاني The Bloody Nicholas، نيكولاس الدموي. دي من العلامات السوداء في تاريخ نيكولاس الثاني. بس من اجل التهدئه بدا يعمل لهم استيت دوما، مجلس شعب. ما كانش يعني مديهم كل الصلاحيات، الصلاحيات برضو كانت في ايده، بس يعني كان بيخف قوي الحده بتاعه الاحداث بتاعه الثوره وكده. ويعني بدا الموضوع الحكم الاوتوقراطي ده يخف شويه، بان انا عملت لكم مجلس شعب تقدروا اهو تعبروا عن رايكم، بس ما زالت الصلاحيات كانت في ايده والناس كانت فاهمه كده. يعني هو كان بيفسحهم بس الناس كانت فاهمه اللعبه كويس قوي. الناس سايره، حاله غضب عظيم جدا. الفقره بتاعه المجلس الشعب دي ما اتهضمتش، مش مشكله، هنعمل ايه تاني؟ روسيا تدخل في حروب البلقان سنة 1912 و 1913، دي حاجة على العال. الناس هتبقى مبسوطة أكيد؟ لا، ما احنا لسه يعني الناس جعانة وفقر وفي معاناة قوية. هتعمل ايه تاني يا نيكلس؟ هندخل حرب عالمية أولى سنة 1914، مع ان كان في تحذيرات قوية انه ما يدخلهاش، بس هو قرر يدخلها. المتمردين والمعارضة كانوا شغالين على قدم وساق في كل حتة، جوه روسيا وبره روسيا وعلى الحدود وفي أراضي المعارك. في بقى شوية بهارات كده نزودهم علشان الناس تتسخن قوي يعني وتكره نيكولاس الثاني خالص. ظهر معانا على الخريطة واحد اسمه راسبوتين. راسبوتين ده مفروض معالج روحاني ورجل لابس عباءة الدين، وهو أبعد ما يكون عن الموضوع ده، هو أصلاً واحد مشبوه وفضايحه كتيرة. ابن نيكولاس الثاني اللي هو أليكسي، هو كان ولد وأربع بنات، فهو الوريث الوحيد، كان مصاب بمرض اسمه هيموفيليا. الهيموفيليا ده مرض وراثي بيعمل نزيف خارجي وداخلي، والمصاب بيه ما بيعيش كتير. نيكولاس الثاني ومراته ألكساندرا قرروا ان هما يخبوا على الشعب انه ابنهم عنده هيموفيليا، فبداوا يكتشفوا راسبوتين اللي هو الاب راسبوتين ان هو يدخل علشان يعالج أليكسي ويقفلوا النزيف ويعيش حياه اطول وما الى ذلك. ف الشعب ما كانش عارف طبيعة وجود راسبوتين جوه قصر الحكم، انت بتعمل ايه جوه وهو يعني معروف في الاوساط الشعبية ان هو واحد مشبوه عليه كلام كتير. فبدأت اشاعات تحصل وشوشرة عن علاقة راسبوتين بالزارينا الكساندرا، في حاجة مش ولا بد بتحصل. والصحافة تسكت؟ لا، اشتغلوا بقى كاريكاتير
وكلام والحاشية تتكلم والشعب بيتبادل جوابات وحاجات، وهي نيتها سليمة جدا وما كانش في حاجة، وكان نيكولس تاني عارف انه ما كانش في حاجة، بس كان بقى في شوشرة وتسخين زيادة انه الراجل يعني قاعد في وادي ومراته وراسبيوتن بيعملوا حاجات مش ولا بد. يعمل حاجة تانية نيكولس التاني، انه يقرر يعزل الكوماندر ان شيف، قائد الجيش يعني، يعزله ويبتدي هو نفسه ينزل ارض المعركة. طب ما انت اصلا مفيش خبرة كحاكم ومفيش خبرة كقائد عسكري، انت اخرك يعني تنظم المرور من جوه القصر يعني، بس مفيش، ما بيسمعش، هو اندفع جدا وانا هعمل كده وتمام. طيب يترتب على ده ايه اللي هيحصل؟ ان هو يسيب الحكم لمراته راسبوتين، فتحصل بقى غلطات وقرارات مش مفهومة كده بتتاخد بشكل عشوائي، فالناس تغرق اكتر، ف يبتدوا يكرهوهم اكتر، والتسخين يزداد ويشتد اكتر واكتر. نيكولاس الثاني ما كانش بيسمع، سد بقى ودانه، احنا في الحرب وعمالين يقولوا راسبوتين بيجيبك الارض، راسبوتين بيزيك، قراراتك مش تمام، ما تبقاش ودني قوي، مش هو بقى خلاص اقتنع باللي هو شايفه ده. فما كانش قدامهم حل غير انه اسرته مع شويه عملاء انجليز يتكتلوا على راسبوتين ويقتلوه في 1916. نزود بقى تاتش اخير كده وجميل يخص التزارينا الكساندرا، ان هي اصلا المانية وروسيا كانت بتحارب المانيا، فرغم ان هي خلاص بقى انتمائها لروسيا في الاغلب يعني، بس في اللقطة دي الناس سخنانة، عناصر كتيرة قوي تخليهم يكرهوهم. فبدأوا الناس يخمنوا ان الغلطات الفادحة الكارثية اللي الكساندرا اخدتها في عدم وجود جوزها، الحاجات المصرية اللي ودتهم في داهية دي، بسبب بلدها الام المانيا، يعني هي كانت بتغرق روسيا علشان المانيا تنتصر بشكل او باخر. فمن هنا جابوا اخرهم. على ما اظن دي كانت اسباب قوية جدا تقوم ثورات قوية على نيكولاس الثاني وتطالب بعزله. هنقف هنا علشان ما نطولش عليكم، في الفيديو الجاي هنتكلم عن قيام ثورة فبراير، ثورة النساء، وبعد كده ثورة البلاشفة في اكتوبر 1917. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير، سبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.